تناولت وكالة رويترز تصريحات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث قالت إن شحنات النفط الخام والوقود العالمي التي تسلك طريق رأس الرجاء الصالح بين آسيا والشرق الأوسط والغرب ارتفعت بنسبة 47% منذ بدء الهجمات في السفن وعلى السفن في البحر الأحمر. حسب الوكالة، فقد لجأت السفن لاتخاذ ذلك الطريق رغم طول مسافته لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن. وكان يمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس المصرية نحو 12% من إجمالي حركة الشحن العالمية في السابق. ووفقا لرويترز، فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة أن بيانات تتبع السفن من فورت كسا أظهرت أن نحو 8,700,000 برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة سلكت الطريق المار بجنوب القارة الإفريقية يوميا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ارتفاعا من 5,900,000 في المتوسط خلال العام الماضي.